وصل صوتك. نحكيه على حملة عملت على الانترنت برشا كلام تقال برشا ناس معاه برشا ناس ضد فلسفة كاملة وراء مجموعة تصاور نرجعوا نحكيوا عليهم بأكثر تفاصيل. نستقبل ريم البنا ليديز فيرس. مرحبا ريم. مرحبا صباح الخير. ممثلة تونسية صباح الخير وتحية لكل المستمعين مزيكا فيه. يعيشك. نستقبل المصور الفوتوغرافي كريم كمون. مرحبا كريم. يعيشك ربي فضلك. لباس الحمد لله. قبل كل شيء نبدأ ونحط الحكاية في الإطار متاعها. مجموعة متصاور ممثلات نساء وجوه معروفة هبطوا تصاور يحكيوا فيهم على ويقولوا تصاور ويعبروا على تعرض المرأة للعنف المادي والجسدي. تصاور فيهم برشا وجعة لكن زادة كيف كيف برشا ناس حكيوا على الوجعة هذه وبرشا ناس أخرين حكيوا على العراء. يعني أنه تصاور هذوما نساء نشوفوهم بما يوحي نحب نوزن كلامي مليح بما يوحي أنهم عريانين وبش يوريوا أثار الضرب. دونك بين البوز بين قوة المساج بارشا كلام تقال. ريم متعودة مستنسة متعودة يذولي أي اختيست اليوم في تونس متعود بسبين معنا انديبوندامون أي حاجة تعملها اليوم فما عبيد تشكر وعبيد تصير أي مهما كانت والله. حتى تجم تهبط تصويرة متاع كتاب ولا يقول لك تهبط في تصويرة الكتب موكش قاعد اسمع ديما فما عبيد بور وعبيد كونتر وفما عبيد مالوغزمون ما عندهم ما يسمعوا كان تنبير معني كان تاخذ لي كومنتير باكزومبل الموجودين على السيت متاع زي كافي متاع تلقى نفس العبيد هذوكم يسبوا في نفس العبيد اللي تتعدى عادي. دونك ستانس نوي به كريم الحكاية بدأت من التصويرة متاع مرأة متزوجة. مرأة هذه تعرضت للتعذيب أكثر مع تلموت فما وجيعة ما عادش نحب نقول عنف لأنه التصويرة فيها أكثر تعذيب معناتها نحسوا أن امرأة خضعت لعملية تعذيب جسدي من عند رجلها. صورتها ظروف الساعة متاع التصوير متاع المرأة هذه منين شفتها منين جبتها هي صديقة العائلة بالكل شيء تجيب حدنا للدار وكل شيء. كي تعرضت لعملية العنف هذه اللي هي الرابعة اللي تعرضت لها مشيت للطبيب قال لها هذيا فما نكو مختال اونتر لي سام معناها اصدرها عندها ضربه هذاك علاش دور التصويره فيها يظهر اصدرها ولو انه انفلو معناها مش واضح بالكدا. مي الطبيب قال لها لازمك تمشي تشكي تصويت وقنعها باش مشات تشكيت. كيف مشات تشكيت طلبوا منها سامحني كلمه اقنعها باش مشات تشكيت خاطر هي خايفه دون لو ديني وخايفه خايفه على صغارها خايفه على دارهم خايفه. مالوغوزمون اليوم هادي برشا نسي تسكت على خاطر تلقى وضعيتها ما تسمح لهاش انها تتكلم. فما نسي ما يخدموش دونك ال ديبوند راجلها يصرف عليها وكل فيها. فما مرات تقول لك كيفاش انا ندخل بولادي للحبس شنو باش يقولوا عليا العبيد كيفاش باش يغزروا لي صغاري. دونك تولي تتحمل تاكل تهز على ظهرها هو يدخلها للجبانه وهي ما تدخلش. انا شفت تيكا حتى من العائله وقت اللي تمشي تشكي لدارهم تقول لهم ضربني تقولها لم على صغارك وشنو باش تعمل واصبر وتبدل ديما عندنا هذيك. وفما لو سونتيمون دو لا هونت انها مرا ساعات تبدا قاريه ولا تبدا في بوست نتاع منعش نتاع انا نعرف وحده حاكمه جوج تاكل في تراح مع عند رجلها. دونك تحشم باش تقول انا اللي انا قاريه ومثقفه وندافع على العبيد وكل شيء نكر في تراح مع عند رجلها كم تاع عمل معناها تقول ريم الكلام هذا يمكن خاطرك انت اليوم ماكش متزوجه ما عندكش اسره لو راجلك نهار اخر بعيد الشر عليك يمد يده عليك ويضربك أنا فما ريسك إني نقتلو كريمة معناها على خطر عندي عقدة منها الحكاية متاع الفيولنس وكبرت معناها كبرت شوف دي زيكزامبل دو فيولنس قرابي في العائلة تقول أنا مش كيما اللي واحد يدو في النار يدو في الماء على هذاك كلامك اليوم ناخذو ما ناخذوش برشا ما تاخوش للي بالعكس تاخذ كلامي تاخذ كلامي معناها أنا نجم نكون تعرضت لعنف ماهوش مادي أما معنوي معناها وجو دينونس ونجاوب مش أنا عندي شخصية قوية معناها ومع هذاك تلقى روحك ساعات راهو ما تجمش تتكلم تلقى روحك ساعات حاشمه باش تتكلم تلقى روحك ساعات ما تعرفش على معناها لو كوتي بسيشيك نتاعك شنو تجم تصير وكيفاش تجم تعيشها الحكايه. فهمت دونك هذيك عليه انا تبنيت معناها كي كلمني كريم ما ترددتش ولا لحظه باش نعمل الحمله دي. نرجع لكريم وحكيت امل شكيت مشيت شكيت هي وتطلق ديجا اما هي كي مشات باش قلت لك تشكي طلبوا منها باش تعمل تصاور على اثار العنف. دونك كي جاتني باش تعمل تصاور هذوك وانا حكيت معاها معناها واقتنعت باش تنشرهم باش تنشرهم وردت فعل عائلتها ما يعرفوش اللي هي
هذاك علاش لا كاسي لو فيزاج التصويره ما تزورش لي هي دونك لا بوزيسيون اللي حطيتها فيها وال لو عرفتها عارف لو عائلتها عرفوا انها هي ممكن كانوا يقلقوها مش يقلقوها معناها ممكن كانوا يتقلقوا ولا يقولوا لها لهنا نعطي رقم انه 81% من النساء يتعرضوا يتعرضوا للتعنيف ما يبلغوش يختاروا يسكتوا على انهم يتكلموا يختاروا يعيشوا بوجيعة حياتهم الكل على انهم يمشوا يطالبوا بحقوقهم التصوير تصور هذوما هبطوا على فيسبوك فيسبوك نحى تصور هي سامحني تصوير التمل هبطت على الفيسبوك معنا عملوا لو عملوا سنسور سنا في لاسوسيون تونيزيان دي فام ديموكرات دونك في الايام معنا العالميه ضد التعنيف المراه عاودوا هبطوا التصويره في السيت نتاعهم وفي الباج نتاع فيسبوك نتاعهم يا اخي وقعت السنسره بعد 3 دقائق بالضبط وسكروا لهم الباج نتاعهم نتاع فيسبوك علاش علاش خاطر خرجوا تصويره امل خاطر فما ناس يزون سينيالي سيت فوتو دونك فيسبوك عاود شاف يلقى فما ثدي المرأة يا أخي نحى التصويرة ألوركو هو يسمح به ثدي المرأة مثلا في الرضاع ألوركو العنف معناها هذا حاجة خطيرة يزم نحكي عليها مش على خاطرك بتشجع النساء لإرضاع صغير داخل في الصحة حتى كيف كيف العنف معناها فما لا لهنا جست نحب نستفسر حاجة حسب ما أكيد راكم بحثتوا معناتها فيسبوك يتعامل لهنا مع الصورة فاهم ولا يتعامل مع مساجات تجيه ويتصرف بشكل كي آلي كي نومبر كبير من عباد يسنيالي وتصويرها في نفس الوقت يسكر معناها ديريكتومون يسكرها حاولتوا انكم تفسروا وترجعوا على الاقل رجعت انا قبل عملنا وعملت منهم مره في الاخر قالوا لي راهو اخر مره ما كنتش باش نقصوا لك كونت كاريمون معناها التحرك خذا من خلال موقع وري تونس الصور جت الفكره انه الحكايه هذه تولي في شكل حمله اخترت مجموعه من الوجوه النساء المعروفة في تونس باش تحاول توريهم معناتها كنساء تعرضوا للعنف المادي والجسدي فما شكون رفض ولا نعرف شكون اللي قبل فما شكون رفض ولا لا اللي كلمناهم نسبة اللي ومش هكاك احنا في الأول خممنا قلنا 2-3 بيرسون كي خممنا مع الأجنس دو كوم معناها عملنا غينيون احنا فام ديموكرات والأجنس دو كوم بانوراما معناها اللي قادة تعمل في الحملة هذه والباج وكل شيء معناها قلنا باش ناخذ 2-3 بيرسون كلمت ريم وكلمت فاطمه بن سعيدين فما اميره درويش فما شكون حتى كلموني هما جوستمون وفما اللي كانوا موافقين والنهار نتاع التورناج 3 بيرسون جاوني 9 من الناس فما شكون ما جاوش خاطر النهار اللي كنا نصوروا فيه ما كانوش ديسپونيبل معناها ما كانوا موافقين باش يجوا يصوروا معنا علاش نساء عاريات ما هماش عاريات جوستومون وكان جاو عاريات راهو فيسبوك نحاهم احنا لعبنا على هذاك لامبريسيون سي لا ليميت سي ان فلوغت انتر لاعرا ولا فوتو ارتستيك وما بين العنف المسلط تاع الجسد جوستومون هي انهم يكونوا بالشكل هذايا معناتها باش نقرب اكيد تصور تشوفوا اكثر معناتها انه السوجي اللي صورت عليه معناتها بدن المراه اللي خدمت عليه هو بدن عريان 100% جوست هما يغطيوا المناطق نتاع بدنهم اما كيما فاطمه بن سعيدين بقطعه قماش بيضاء والا تشوفها هكا كمش على روحها كيما تصويره نتاع انا مثلا تصويرتي كريم خليلي اني نتصرف انا تصورت كيما انا حسيتها معناها ودير نهارت اللي نصور قاعده نبكي بالشهقه معناها ما كنت لابسه حتى شيء لا لابسه سوتيان سون بروتيل ولابسه شورتي معناها جست لا بوزيسيون الظهر اللي انا مش لابسه حتى وذولي كان عبد هبطت عم في البحر لابس بيكيني باش تلصقك باش تظهر هكاك انا حسيت ان لا بوزيسيون هذيك معناها حطيت روحي دون لا بو دون فام فيولونتي وميكلات ريحه كبيره كيفاش تجم تقعد معناها لا بوزيسيون دو لا فام اونفون كيفاش هكا ملمومه على روحها ومتقلقه والاثار وكما قلت لك الحمله هذه جات بور سوتونير امل اللي هي تعرضت للعنف وتسنسرت تصويرتها وما تجمش توري امل مثلا ما كانتش تجم توري اثار العنف اللي هما في بدنها في مناطق حساسه كان ما توريتش اللي هي معناها بدون ثياب نمشي نزيد نعقب جوست حاجه اخرى هما معناها لي موديل الكل تبارك الله عليهم جاو هما اختاروا معايا لي بوزيسيون تاعهم انا وريتهم معناها دي كا غيال هما اختاروا لي بوزيسيون تاعهم وبعدين هما اللي اختاروا لي سلوغون كل واحده اللي خرجت نعطاهم مجموعه كامله هما كل واحده
شنو هي الفكره اللي تبنيتها؟ سا سي تري امبورتون، معناها هما بدهم يدخلوا في وسط ورشه بالاساس ومجموعه. خليني قبل ما نبعث غنية نذكر انه اليوم تصور هذوما كيما عجبوا ناس واعتبروا انه مرحله نتاع حريه التعبير قاعدين يستفادوا منها، وقاعدين اليوم على خطر عنا ميساج انساني بالاساس. اهميه الموضوع اليوم فما عنف مسلط على المراه وعلى الرجل الزوز راهو، دونك احنا اون دينونس لا فيولونس كونتر ليتر هومان ان جينيرال، وخاصه ضد المراه، خاصه ضد المراه اللي هي امك اللي هي اختك اللي هي بنتك اللي هي معناها عبد. واضح. جست خليني نقول انه الشعار اللي ترفع أمل أخطر العنف وإلا العري، عري العنف، هو عري العنف أصلا مش وفما شكون معناتها تبنى أما أخطر اليوم قلقتكم تصويرة المرأة خطر ما قلقتكمش المرأة خطرها مضروبة، قلقتكم خطرها عريانة، معناتها اليوم معناتها هذا هو المفارقة هذه، وكأنك تخير فيما بين حاجتين، معناتها أنت كي تشوف مرأة عريانة مضروبة قدامك شو اللي قلقك، أنها عريانة ولا أنها مضروبة؟ يقولك لا يقلقني أنها عريانة، كأنه ميسالش أنها تتضرب. ولا يذولي شفنا تصور ريال معناها في الحروبات متاع أشلاء متاع أجساد متاع عبيد مترشقة وعرية معناها. واليوم فما مشكلة أنه حتى الببليك، أنا لاحظت هذي كي نمشي نتفرج في البروجيكسيون في السال دو سينما، الببليك اليوم ولا يصفق على مشهد متاع عنف، وهذه حاجة خطيرة ياسر هادي، خاطر كان احنا اليوم نموت معناها نحاربوا في فكر داعش ونتشمتوا اللي هي حاجة خايبة، ونتشفيوا في عبد مات مثلا على خاطر هو أبخيتو ولاية تونسي مشي حارب ولا تيروريست، ما نتشمتش في الموت نتاعو، معناها فما من غير ما نشعروا العنف قاعد يتغذى فينا، وقاعدين نمشيو في التشفي ولا باناليزاسيون دو سوجي، معناها سا دوفيان بانال. ولا سلسله الصور اللي هبطوا مؤخرا على الانترنت واللي عملوا برشا جدل، بوز الغايه منه، تتشهروا تتعرفوا، نحكي عليك انت كريم كمون تعمل في البوز باش تعرف؟ لا با دو تو. غريت بالبنات؟ غريت بالبنات زعما تقول انت؟ هكا بون هذا ننقل لك في الكلام معناتها اللي يتقال، معناتها خليه يقول، وما كنت تشوفهم قداش اللي قاعدين يقولوا تتقام قرابه 300 شخص هما بيتهم قاعدين يقولوا في نفس الشيء، قالك الصفحه فيها اكثر من 13000. لا ما عندهمش الحق، معناتها ما تقولش ما عندهم الحق باش يقولوا شي يحبوا، ما عندهمش حق باش يشتموا، معناها في ناس هذاك اللي يقلق. اكيد تلقى واحد حط لا اله الا الله في البروفيل نتاعو وقاعد يقول في كلام اللي تيت 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 في جرت بعضه، كان عاودوه لك ما تجيش، وقاعد يهمكم بالتشجيع على الدعاره، التحريض على الفساد، على تمييع المجتمع. اي يا اخي اول مره تسمع الكلام هذايا؟ والله هيدي انا وليت لا نقرا لا نحب نسمع، معناها خاطر حاجه توجع للقلب. انا مانيش ضد انه شخص يكون عنده راي مخالف، حقه معناها، اما انك تشتم والا تقول كلام ما يتقالش وقتها ولا عيب. يقول لك حتى التصوير، حتى التصويره هذيك فيها شتيمه لنا احنا كمجتمع محافظ. زاد كيف والله كان هو يشوف فيها التصويره هذيك اغراء والا يشوف فيها حاجه تجم تحرك له مشاعره، سكو هو ماهوش سوي نفسيا لازم يمشي يشوف طبيب. معناها اليوم انا ما نجمش يعتبرك زاد انت مك سويه نفسيا ويلزمك تشوف طبيب نفسيا، ما عندي حتى مشكل نمشي وزوز مال. انا اليوم ما نجمش نلوم على عبد كما قلت، وديما نقول عبد اللي تربى مثلا على نيتش، وعبد تربى شدت تحت حيط عمره لا قرا كتاب، انسان اللي مثقف والانسان اللي مش مثقف، معناها لو ديبا هذا نجم نقعدوا فيه نتناقشوا، انا باش نقول شخص هذا جاهل وما يفهمش، وهو باش يقول هذا، معناها هذاك عليه انا نقول كيما انا ما نحبش تكوني تربيت على نيتش، هو زاد كيف تربى على اسامي اخرى، اسامي اخرى زاد كيف اللي هي محافظه واللي هي دقيقة مش بضرورة تربى على نكمل فكرتي انا، ومش هي المشكلة مش في القراية، مشكلة في ثقافة ودرجة وعي معين. انا اليوم ما عنديش مشكلة كما انا ما نحبش شكون يسانسرني، ما نحبش انا نسانسر العبيد، من حقك انك تدخل تكتب انا التصويرة هذه ما عجبتنيش والا طريقة التعبير متاعكم ما عجبتنيش، حقه باش يرفض، اما مش من حقه انه يشتم. وكان باش نحكيه من منظور اخلاقي والا ديني، الدين ما يقولكش امشي سب عبيد واستعمل الفاظ بذيئه، ولا ما نتصورش اليوم لا انت لا هو لا اي حد مسموح له باش يحكي دينيه، لانه لا يمتلك الحقيقه الدينيه ولا باش يحلل ولا باش يحارب، غير وانه لهنا نمشي للكريم. كريم معناتها يقول لك حتى الفكره معناتها كنت تنجم تظهر العنف باستعمل الوجه برك مثلا، ماني قلت لك الفكره مثلا او الظهر برك شويه، معناتها يقول لك وصلها الفكره اما تنجم توصلها من غير ما
ما تمشي الدرجة اللي وصلت لها، لأنه تصاور اللي شفناهم ما يبعدوش برشا على تصاور اللي عملتهم كريستينا أغيليرا، كيم كارداشيان، يعني اللي عملوهم في الغرب، ريهانا، ليدي غاغا، الكلهم عملوا بينك زي كيف كيف، عملوا تصاور كمان هكا، ويمكن تعملوا دي كافر ساعات في مجلات عالمية كبار معناتها. وديجا حتى إذا كان تدخل اليوم بعض المواقع يقولك ثبتوا تصاور هذوما زي كيف كيف، ينجموا يكونوا صادمين للبعض. معناتها حتى في الغرب يتعامل بتحفظ شوية مع التصاور هذوما. أنا كما قلت لك، هي أصلا الفكرة جات بعد السنسور بتاع الباج بتاع فام ديموقراط. دونك كي قعدنا مع بعضنا قلنا كيفاش وقعت السنسور وكيفاش نجمو نعملو بور كونتر كاري السنسور، معناها اللي فات بار لي ميديا أونتر أوتر، معناها لو سوسيال فيسبوك. قلنا كيفاش نتصداو لهذا، معناها نعملو دونك دو زون تصاور هذوما ما تسنسروش، ما تسنسروش، ما نجموش يتسنسرو خاطر جايين في الليميت نتاع الشارت نتاع فيسبوك. كيف قلت لك ما فماش الليميت نتاع الشارت نتاع فيسبوك، فما حتى بارتي انتيم تظهر دونك، وقع برشا السينيالمون نتاعها، اما ما نجموش نحيو. هذا هو اللي وقع. دونك حاربنا اونتر أوتر فيسبوك بسلاحه في الليميت هذيك. هذا هو معناها الفكره. انا ما نتخيلش عباد اليوم هو تمسك لي انت تقلق التصويره فاش نقلقت، علاش ما تقلقوش من العباد اللي ضربت برش وماتت وهبطوا تصاور حميتهم منقوبة؟ اسكو انا اليوم كي نعبر على فكرة والا نتبنى موقف قلقتوا انا في وجود الشخص هذا؟ الحجاج متاعك غلط شوية نسبي. هو علاش يقولك مش معناتها انا تقلقت، ما تقلقتش، معناتها تقلقتني التصوير هذه معناتها انا ما تقلقتش من حاجه اخرى، باش تقول لي انت ما انا تقلقت من الرش وتقلقت من تصويرك. نمشي معك، اوكي، نجم نفهمك. اسكو انا اليوم تعديت لك على حقك؟ اسكو انا اليوم قطعت عليك انك تجم تتنفس؟ اسكو انا اليوم تعديت عليك باش تاكل وتشرب؟ اسكو انا اليوم تعديت على حقوقك انت كمواطن، ولا جيت ضربتك، ولا جيت تعديت، ولا سبيتك؟ يقول لك هذا نوع من العنف انت سلطت عليا بتصاور كيما هكا. ما يشوفهمش. انا حليت فيسبوك يعمل ماسكي، ما يشوفهمش، مش يدخل ويشوف ويمشي يشوف تصاور الكل ولا بيبلي تصويره هو ويكتب عليها كومنتير من فوق نتاع سبان. يا ذولي ما نحبش نمشي، انا راني ديما ما نحبش نتعارك، ما فهمت ديما جو بريفير نقول سكيزوفرينيا. انت تقول هذا عنف وتمشي تعاود تنشر. اكثر شعب احنا يدخلوا على المواقع الاباحيه وبعديك يجي يشتم على خاطر فما حمله في معناها حمله في موجهه ضد العنف. اما اخطر اليوم العنف المسلط على المراه، ولا تصويره فيها كتف ولا فيها ساق ولا فيها يد، ساشون كو احنا اليوم يظهر لي بحوراتنا نمشيو نعوموا في البحورات وما يهبطوش يعوموا بملحفه، ولا فما بحورات يهبطوا يعوموا بملحفه؟ ما ريتش انا في تونس الحقيقه، انك تربيت وتولدت على البحر موجوده موجوده الناس اللي تعوم فاطمه بن سعيدين، معناتها نحكي لهنا فاطمه بن سعيدين ممثله قويه على الاخر، ممثله عندها شكل خاص، نجم تقول انه ما عندهاش قيم الجمال الاوروبي اللي هكا، ما كان حتى حد ما ينفي انها امراه تسحرك بمجرد انك تشوفها. اكيد الفكره انك فاطمه بن سعيدين هي اللي بحثت عليك، ولا انت بحثت عليها؟ انا بروبوزيت فاطمه خاطرني نموت عليها صاحبتي، وريت انه فاطمه تجم تكون تعبر وتتبنى القضايا هذه خاطر نعرفها بالكدا. كلمتها قلت لها فاطمه شنو قولك راهو فما هكا وهكا وهكا وهكا، قالت لي جو سوي بور. كنا نهارت اللي احنا باش نصوروا هي ما كانتش ديسپونيبل، معناها كانت عندها عرض في سوسه مع الفيلم الجديد نتاعهم تاعو. من غدوة تفهمت هي وكريم ومشت تصورت، معناها لحقت علينا هذا هي. به خليني فقط نعطي ارقام باش نحسس الناس اللي يسمعوا فينا زاد كيف كيف اللي احنا قاعدين نحكيوا على حكايه تمسنا على الاخر. 47.6% من النساء في تونس بين 18 و 64 سنه تعرضوا للعنف الجسدي، 28.9% العنف المعنوي، 15.7% العنف الجنسي، 7.1% من العنف الاقتصادي في كلهم فلوسهم. الزوج هو نجم نقول المذنب رقم 1، 42.5%، الاب 21.5%، الام 15.8%. اليوم مع وجود قوانين في تونس اللي زاد كيف كيف، قد ما تونس اليوم متقدمه على بلدان عربيه، لكن زاد كيف كيف نقارنوها ببعض البلدان الاخرى المتقدمه نظهر واحنا عندنا برشا مشاكل وعندنا برشا نقائص في القوانين نتاعنا. نذكر بالفصل 226 من المجله الجنائيه، السجن عامين و5000 لمرتكب التحرش الجنسي، 5 سنين كل من واقع انثى بدون رضاها دون سن 18 سنه، معناتها حتى الرضا ما فماش، 5 سنين كهو، معناتها هذا القوانين الكل يستحقوا مراجعه. أما حاجة أنا نحب نقولها، اليوم مرأة على العنف الجسدي تجم توريه، أما شنو رأيك في العنف المادي؟ أنه قلبك من الداخل وطنام معناه يبدو المعنوي
العنف المعنوي اللي انت تحسه وما تجمش توريه. معني تخيل هذيك في صورة انا واحدة من الناس كي تصورت كي تبدأ تحس فيها في النوع هذيك من العنف إذا بيك راهو تحل بدنك تشقه وتخرج مسارنك وقلبك وكل شيء وتوريهم، فمش ما تجم توصل شوية من العنف اللي انت تحس فيه. دونك ماذا بينا ما نقعدوش على القشور ونقعدوا نتحاوروا على حكاية تافهة ونمشيو في لب الموضوع، معناها اللي هو حاجة خطيرة برشا، خاطر فما ناس قاعدة تموت، فما صغار راهو اليوم تكبر على بوه يفشخ في أم في أم في مرته، يقف يكبر يبش يقتل بوه يبش يضربه، وشفناها وتعدت في مسلسلات معناها كيفاش البنت تقتل بوها على خاطر عنها في أم. طلبوكم باعتذار، قالوا لكم المساج باهي لكن الطريقة ما كانتش في المستوى، هل تفكروا في اعتذارات؟ اعتذارات على شنو؟ بديتو؟ انا مع انا نتحمل معناها متبنيه والتصويره هذيا جو سوي فيغ لان عملتها. نجم تمشي ابعد من هاك كريم؟ ابعد من هاك شنو معناها؟ في قضيه معناتها انه الانسان نجم يعري جسمه الكل من اجل قضيه ينجم يراها تصلح المجتمع. مش تعري في جسمه. لا 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 مثالش خلينا نمشي بقناعه كريم اللي ليميت متعارين في القضايا نتاعها. ما نعرفش ما نجمش نجاوبك انا توا ما نجمش نجاوبك يا هيدي ما نعرفش يمكن انا كان نهار نتعنف وناكل تريحه بالحق معناها يمكن نمشي في أبعد من هكا. أنا اليوم كما قلت لك معناها متعاطفة ولا عشت حاجات صغار بارابور اللي عاشوهم هما دوك ما نجمش نجيبك توا على شنو باش يصير في المستقبل. واضح. ريم يعطيك الصحة. كريم كمون شكرا جزيلا لك. نذكر انه تصاور قاعدين يعملوا في برشا كلام على الانترنت تنجموا تشوفوهم. الأهم شيء هو استيعاب المساج اللي قد نختلفوا ناس تحب ناس تكره كل شيء، لكن حتى حد من نجم يختلف على قيمة وأهمية المساج هو العنف اللي تتعرض له المرأة. بربي جوست حبيت نزيد حاجة واحدة، حبيت نشكر زادة خاطر برشا هم شاركوا في العملية مش معناها بإجازة عام 20 دقيقة 20 ثانية. حبيت نسكن معناها سباس تياترو اللي مكنونة من الفضاء كيف سيساب العتروس مهندس الإضاءة، نشكر زادة المكياج زينب العياشي ومريم زاهر خاطر هم زادة ناس خدموا كانوا معنا باش تنجمنا نخرجوا تصور. ريم عندك ما تشكر؟ والله عنديش ما نشكر، عندي مساج نقول ان شاء الله ان شاء الله التصاور هذوما يخليو نساء تتكلم والبريز لو سيلونس وبالحق على الباج قاعدين يجونا دي تيمونياج تقول لك خبي اسمي وهبط التصويره. فما مراه راهي تعرف شنو كاتبه تحت التصويره هذه تقول نتمنى نموت نتمنى ربي يهزني وما نحسش اللي نحس فيه. يذولي كي نحطوا بلاصتنا في معناه نتحطوا في بلايص العباد هذوما ما نجمو كان نقولوا عري العنف ويزينا من المريق البرد ومن كلماته مسابه. شكرا ريم شكرا كريم بالتوفيق.